لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. اكثر من جهاز كمبيوتر يحصل على نفس الاي بي ادرس، والحاجه الثانيه البورت، والحاجه الثالثه البروتوكول. وقلنا البورت والبروتوكول هم يعتبروا حاجه واحده. البروتوكول هو برنامج بيشتغل على بورت معين ثابت، كل بروتوكول بيشتغل على بورت ثابت، زي بروتوكول مثلا الاتش تي تي بي الخاص بالتصفح ده بيشتغل على بورت 80، الداونلود ده بيشتغل عن طريق بروتوكول اف تي في ده بيشتغل على بورت 21 وهكذا. طبعا هنتكلم عليها تفصيليا جزئيه البورتات دي. المهم ان احنا قلنا ان البورت والبروتوكول، انا في البدايه كده بريح نفسي خالص والكمبيوتر هو اللي بيقوم بقصته، هو اللي بيفتح البورتات على مزاجه وبيقفل البورتات على مزاجه. المهم ان احنا الحاجه اللي عايزين نعملها بايدينا هي الاي بي ادريسنج. فابتدينا في دراسه جزء اسمه الفي ال اس ام فاريبل لينث سبنت ماسك، وده الخاص بالاي بي والسبنتنج، ازاي انا اكتب اي بيهات لاجهزه الكمبيوتر. طبعا عرفنا الايدات مش حاجه عشوائيه كده بكتبها اي ارقام وخلاص، عرفنا ان في طرق معينه لكتابه الايدات واخدنا امثله على كتابه الاي دي. هناخد دلوقتي مثال راجع، مثال كامل، هنعدي بسرعه كده على الايدات من اولها ونقول بقى الجزء الممتع في الايدات اللي هي جزئيه ازاي نعرف الايدات، نعرف الرنجات بتاعتنا بمجرد النظر، يعني ازاي اعرف حاجه اسمها نتورك اي دي، وازاي اعرف الهوست اي دي، وازاي اعرف السبنت بتاعي بمجرد النظر، وجزئيات كده ممتعه احترافيه شويه هناخد فيها النهارده ان شاء الله مع بعض. هناخد مثال سريع كده الاول نشير الديسكتوب. عناوين درس النهارده طبعا هنكمل الاي بي والسبنتنج، وهنخش في الباكت تريسر، ده البرنامج اللي المفروض هنستخدمه في شغلنا ان شاء الله. انا رفعته لكم على الميديا فاير واديت لكم اللينك. دول الثلاث محاضرات بتوع النهارده، الاي بي والسبنتنج الجزء الثاني، والباكت تريسر والاو اس اي. درس الاي بي والسبنتنج هناخد المثال بتاعنا ان احنا عايزين نخلي 5000 جهاز يشوفوا بعض، يعني الهوست بتساوي 5000. طبعا عرفنا هوست دي يعني جهاز كمبيوتر يعني هوست، فاحنا عايزين دلوقتي نخلي 5000 جهاز يشوفوا بعض. على فكره مسائل الايبيهات انا ما بحتاجش في البدايه كمعطيات غير الهوست بس، مفيش اي بيانات اخرى. فانا عايز ال 5000 جهاز دول اعمل لهم شبكه او اكريت لهم سبنت. سبنت يعني شبكه. طبعا اول حاجه بركز عليها الماستر او الرايز بتاع الشبكه اللي هو السب ماسك يشوف ال 5000، لان اولا عندي كلاس بي وكلاس اي، كلاس سي اخره 254 جهاز فمش هينفع السبنت ماسك بتاعه. هنعلى شويه لكلاس بي 65000 جهاز، برضه هيبقى كتير جدا جدا وبالتالي هيسبب لي لوب. الناس فاكره اللوب ولا لا؟ فهيسبب لي لوب، وبالتالي لا كلاس سي ينفع ولا كلاس بي ينفع. طب ما فيش بينهم حاجه، لا يبقى هنا هندخل بقى في جزئيه الكاستم سبنت ماسك، يعني انا اكريت سبنت ماسك عموله بالبلدي. خلاص هنكريته ازاي؟ اول حاجه بنعملها بنقول 2 اس اتش ناقص 2، بننزل بالمعادله بتاعتنا 2 اس اتش ناقص 2. 2 اس كام بتساوي 5000 او اكتر؟ لو طبعا قعدنا نعمل العمليه الحسابيه بتاعتنا او استخدمنا الاله الحاسبه هنلاقي 2 اس 11 ب 2048، 2 اس 12 ب 4096، اكيد 2 اس 13 بقى ب 8192، يبقى 2 اس 13. وطبعا برضو كنوع من المراجعه هنقول الاله الحاسبه ازاي بنجيب الاس، هنجيب كده فيو وساينتفك 2 اس 12 ب 4096 مش هينفع، يبقى 2 اس 13 اوكي بتساوي 8190، يعني اتش هنا بتساوي 13. طيب 13 دي بدايه كده هتنزل اصفار من اليمين، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بقيه السبنت ماسك هينزل وحايد. بقيه السبنت ماسك ده اللي هو كام؟ احنا السبنت ماسك والاي بي ادرس مكونين من 4 اوكتت، كل اوكتت لما بيجي تحوله البيت تحوله الباينري اللي هي لغه الاله 0 والواحد، كل اوكتت بيتحول ل 8 وحايد، فاربع خانات او اربعه اوكتت يبقى 32، نزلت منهم 13 اتفضل عندي كده 19 واحد،
يبقى الباقي ينزلوا هو حايل، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. كده بقى عندي 32 0 و1، طبعا اقسمهم ثمانيات علشان اعرف احولهم. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 واحط دوت، 1 2 3 4 5 6 7 8 واحط دوت، 1 2 3 4 5 6 7 8. كده بقى عندي اربع خانات، كل خانه فيهم مكونه من 8 بيتس. طبعا نعيد تحويلهم بالاله، قلنا في ارقام سهله جدا ان انا احولها بمجرد النظر، اللي هي 8 وحايد يعني بيساوي 255، و8 اصفار يعني صفر، وبالتالي الاوكتت الاولاني بيساوي 255، الاوكتت الثاني 255، الاوكتت الثالث ده ما نعرفوش فهنسيبه دلوقتي عشان هنحوله في الاله، الاوكتت الرابع 8 اصفار يعني صفر. الاوكتت ده علشان نحوله هناخده زي ما هو كده وهنعمله بيست في الاله، ناخده كوبي وهنروح على الاله، بس هنختار المره دي بروجرامر ونتاكد ان احنا مختارين باينري الاول، لان احنا عايزين نحول من باينري لديسيمال، يعني عايزين نجيب اصل الرقم ده خلاص. فهنختار باينري ونعمل بيست ونرجع نختار ديسيمال عشان نجيب لي الرقم ده باللغه العشريه العاديه بقى المفهومه، طلع 224. فهنكتب هنا 224، ادي السبنت ماسك اللي هيخلي 6000 جهاز يشوفوا بعض. اوكي طيب غير كده الفونت شويه. جميل، ادي السبنت ماسك اللي هيتكتب في ال 5000 جهاز. نبتدي بقى نكتب الايبات، ده كده قلنا رقم الشبكه ده ثابت. الايبات هتبقى كام بقى؟ الايبات في خطوه انت بتحتاج فيها العشوائيه، يعني بختار اي بي عشوائي من دماغي، اختار اي اي بي، بس احنا قلنا يفضل انك تختار الاي بي للكلاس الاعلى، يعني 255 255 224 0 ده بينحصر بين كلاس A و A، كلاس C و B. خد كلاس B، خد الرنجات بتاعت كلاس B. طب كلاس B عباره عن ايه؟ بعرفه ازاي؟ بعرفه طبعا من الاوكتت الاولاني. كلاس B الاوكتت الاولاني بيبتدي من 128 ل 191، اي رقم بين الرقمين دول. فهنختار اي بي عشوائي يكون بيبتدي بكلاس B. فهنقول مثلا 128 100 155، ده اي بي عشوائي. هنختار الاي بي ده هيكون احد اي بيهات الشبكه بتاعتي. انا عايز الشبكه بتاعتي تكون تبتدي ب 128 خلاص، وكتبنا بقيه الاوكتات اي ارقام عشوائيه طبعا مراعاه للشروط بتاعتنا من 0 ل 255 حد اقصى. عايز بقى بدايه الاي بي ده ونهايته، يعني هبتدي من كام وهنتهي عند كام. وطبعا هلاقي الاي بي العشوائي اللي انا اخترته ده هو اي بي واقع من ضمن الاي بيهات، واقع في وسط الاي بيهات اللي هتظهر لنا دلوقتي. اول خطوه بعد ما اختار الاي بي العشوائي ده من دماغي احوله، احوله لباينري واحطه تحت السبنت ماسك المتحول. طب ال 128 100 ده عايزين نحولها، نحولها ازاي؟ اولا 128 تحويلها بيساوي 1 7 اصفار. طبعا نقدر نستخدم الاله كنوع من التاكيد. ال 100 عايزين نحول ال 100، طبعا هقول لكم حاجه بسرعه كده، يعني احنا بنحول بالنظر ازاي؟ احنا عندنا الارقام دي كلها مش في عمليه التحويل لما جينا درسناها، كنا بنرص جدول كده من 8 اعمده، العمود الاولاني 128 وبنقعد ننصصه لغايه 1، يعني ده بيساوي العمود 128 وده بيساوي العمود 64 وده 32 وهكذا. تمام؟ يعني لما اقول لك الواحد الرابع واقع بيساوي كام؟ تقول لي بيساوي 16 على طول. طب الواحد الثاني بيساوي كام؟ بيساوي 2. طب الواحد الرابع الواحد الخامس بيساوي كام؟ ده على فكره مش الواحد الثاني، ده بيعتبر الواحد السابع، خلاص احنا بنمشي من الشمال. الواحد السابع بيساوي كام؟ بيساوي 2. طيب الواحد الخامس بيساوي 16، بيساوي 8 وهكذا. خلاص؟ فكل عمود من دول بيمثل رقم في الجدول بتاعنا، جدول الباينري. فانت هنا عايزين نحول ال 100 دي بمجرد النظر، لازم الرقم اللي هيجي لك هنا في اي اوكتت من 0 ل 255 بيكون بيساوي مجموع اعمده من دي، يعني ال 100 لازم هتكون بتساوي حاصل جمع العمود ده زائد العمود ده زائد العمود ده مثلا، يعني 64 زائد 32 بتساوي 96، 64 زائد 32 تمام بتساوي 96.
96 من 100، يعني فاضل 4 يعني العمود ده. وبالتالي تحويل ال 100 هيكون كالتالي: 0 1 1 0 0 1 0 0. فهمنا جت ازاي؟ لازم الرقم اللي هيجي لك هنا، يعني ال 55 دي برضه بنيجي نحولها تلاقيها نفس الكلام، حاصل جمع عدد من الاعمده اللي قدامي دي، حاصل جمع مثلا 16 زائد 32 زائد مش هتلاقي، لازم في النهايه بيكونوا بيساوي حاصل جمع الاعمده دي. فمع الممارسه طبعا هتعرف الارقام دي، تعرف تجمعها بسرعه. فاحنا كده جبنا ال 100 اهي، حولناها، ونحول ال 100 الثانيه هتلاقيها زيها برضو، ونجيب بقى ال 55. 55 دي بتساوي كام؟ يعني لو مشينا كده من الاول 128، لا مش معايا، 64 لا برضو مش معايا، 32 اه معايا، يبقى اكيد بتساوي، ادي اول واحد عرفناه، يبقى 0 0 1، يبقى ال 32 معايا. طيب 32 بعديها كام؟ 16. 32 و16 بيساوي كام؟ 32 و16 بتساوي 48، اه يبقى ده معايا برضه، لسه ما وصلناش ل 55. طيب بعد ال 16 كام؟ 8، الواحد ده بيمثل ال 8. طيب قلنا 48 و8 ب 56، لا مش معايا، مش هينفع، يبقى ده هيبقى صفر. خلي بالنا احنا بنحول يدوي، طبعا نقدر نجيبها ثواني عن طريق الآلة، بس احنا برضه عايزين نعرف أساس كل حاجة. صفر صفر واحد واحد صفر، وصلنا كده لغاية الأوبتة الخامس، الرقم الخامس ده خلاص خلصناه. طيب احنا واصلين واقفين عند كام؟ 48. طيب 48 زائد 4 52، اه تنفع دي معايا، يبقى 1. 48 زائد 4 52، فاضل كام على 55؟ 3، بتساوي 2 زائد 1، يعني 1 1. تمام، ادي تحويل ال 55. فانت لازم في النهايه هتلاقي المجموع، اي رقم من 0 ل 255 اللي هو الحد الاقصى لكل اوكتيت، لازم في النهايه هتلاقي حاصل جمعه اوكتيل من الاعمده اللي قدامك دي، اللي هي من 128 لغايه 1. فاهمين يا جماعه الجزئيه دي؟ تابعوني كده، حاولوا تنجزوا عشان نلحق نخلص. تمام، طيب كده احنا حولنا اهو الاي بي العشوائي اللي معانا، وحطيناه تحت السبنت ماسك المتحول. نبتدي نعمل الجدول بتاعنا بقى. فاكرين الجدول المكون من اربع اعمده؟ اول عمود اسمه سبنت، وقلنا سبنت غير سبنت ماسك. سبنت يعني بدايه التوزيع، ده اي سبنت بس يعني اي بي اللي هو بدايه التوزيع، الماستر اللي بيبتدي من عنده توزيع الاي بيهات. سبنت وفيرست فاليد اي بي ولاست فاليد اي بي وبرود كاست اي بي. خلاص، برود كاست اي بي، اربع اعمده زي ما احنا شايفين كده، كل عمود فيهم ليه مسمى معين. المفروض الارقام اللي هتظهر لي من فيرست للاست هي اللي هتتكتب في اجهزه الكمبيوتر. طب ما العمود ده وظيفته ايه والعمود ده وظيفته ايه؟ دول للاستدلال فقط، يعني علشان لما اجيب سبنت ده كل اللي عليا اعمله ازود عليه واحد فهيجيب لي الفيرست، واجيب البرودكاست واطرح منه واحد فهيجيب لي اللاست. طيب نبتدي بقى نجيب السبنت. هنجيبه ازاي؟ السبنت بيجاب عن طريق عمليه الاند والاور، اللي هي جمع، عايزين نجمع الاثنين دول، عايزين نشد سطر كده ونجمع الاثنين دول. طبعا واحد هيقول لي واحد واحد بيساوي اثنين، لا انا ما عنديش في الباينري غير صفر وواحد بس. فازاي بقى الباينري بيتجمع؟ زي ما قلنا، قلنا الواحد قصاد واحد ينزل واحد، دي الحاله الوحيده اللي هينزلوا فيها واحد، اي حاجه ثانيه تنزل صفر. لو واحد قصاد صفر ينزل صفر، لو صفر قصاد صفر ينزل صفر. خلاص، يبقى عايزين نجمع دول كده، حد يجمعهم لي، يبقى هيساوي 1 0 0 0 0 0 0. خلاص، ادي جمع اول اوكتيتين مع بعض. نجمع الاوكتيتين التانيين، 0 1 1 0 0 1 0 0. جميل، الاوكتيت الثالث 0 1 1 0 0 0 0 0. طب الاوكتيت الرابع 0 0 0 0 0 0 0 0. ادي الجمع بتاع ده. نحول ده بمنتهى البساطه كده بالاله
ونحطه هنا في خانة سبنت، هيطلع معايا 128 100 100. لا هنا مش 100 بقى، هنا هيطلع لي كام؟ في رقم غريب اهو بعد الجمع ظهر لي. طب انا اقدر اعرفه بمجرد النظر ازاي؟ الواحد ده عند ايه؟ عند ال 64، والواحد ده عند ايه؟ عند ال 96. اربعة عند ال 32 اسف، يبقى 64 و 32 96. يعني هنا السبنت بتاعي 128 196 0. ده بداية التوزيع بتاعي. خلاص يبقى الاي بي ده اول اي بي لي او الماستر بتاعه هو الاي بي ده، الاي بي العشوائي ده اللي انا اخترته واللي بنيت عليه المسألة دي، ده اول اي بي او بداية توزيعه. يبقى اللي قبل 95255 ما يشوفش ده، خلاص يبقى شبكة تانية خالص. خلاص طيب الفيرست بقى اول اي بي ينفع كتب في كارت الشبكه، هيبقى 128 196 واحد. انا ببتدي ازود من نقطه الرابع، ده بيفضل 1 2 3 4 وهكذا لغايه لما بيتقفل 255، ارجع ازود في ده وهكذا، ده بيتقفل ارجع ازود في ده وهكذا. خلاص يبقى ده اول اي بي ينفع كتب في كارت الشبكه. ما حدش يقول لي ده اول اي بي ينفع كتب في كارت الشبكه، قلنا ده بنجيبه عشان الاستدلال او نقدر نوصل عن طريقه لده. خلاص طيب اخر اي بي يبقى كام في الجهاز ال 5000؟ ما ينفعش يتجاب كده، لازم اجيب البرودكاست اي بي واطرح منه واحد هيجيب لي اللص. بنجيب البرودكاست اي بي ازاي؟ عن طريق عمليه الحاجز. ايه عمليه الحاجز؟ زي ما قلنا كده، نرجع تاني بجيبها ازاي عشان نسيت المربعات بتيجي ازاي. اه مهم تمام، بس انا محترف وورد بصراحه. اجيب مربع، ناخد مربع كده اهو، نشوف الوحايد فين في السبنت ماسك. الوحايد في السبنت ماسك ماشيه فين؟ ناخد حاجز بينها وبين الاي بي العشوائي اللي قدامها المتحول. خلاص خدنا حاجز اهو، اي حاجه بقى عشوائي تتحول وحايد، اي حاجه بره الحاجز او بره المربع تتحول وحايد. يعني من اول الصفر ده هتبقى واحد واحد كله وحايد، طبعا اللي جوه المربع يفضل زي ما هو، ومحدش يجي جنب السبنت ماسك. السبنت مدى الحياه كده، محدش بيغير فيه، مش هاجي احول لدول وحايد، لا كل الشغل بيتم فيه الاي بي العشوائي. فهنرجع نخلي كل اللي بره الحاجز وحايد ونضيفهم للارقام اللي جوه، يطلع لي رقم كامل نحوله ونضيفه هنا، فهيبقى الرقم شكله كام؟ هنقول اللي جوه المربع زي ما هم، يعني 1 7 اصفار وزيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد زيرو زيرو وزيرو واحد واحد كده اللي جوه المربع زي ما هم، الباقي كلهم وحايد. 1 2 3 4 5 1 2 5 6 7 8 تمام، طلع لي الرقم الجميل ده، نحوله ونحطه في خانه برودكاست اي بي. علشان نحوله طبعا بنستخدم الاله، فهيطلع لي 128 100. الرقم ده كام بقى؟ زيرو سبع وحايد. هو الزيرو ده بيساوي كام؟ 128، بس ده زيرو يعني ما ينفعش يبقى معايا 128. والاوكتت اخره كام؟ 255. خلي بالك كل دول وحايد، يعني كلهم معايا ما عدا الاوكتت الاولاني، فهيبقى 255 ناقص 128 اللي هو الصفر اللي مش معايا ده، هيديني 127 دوت 255، لان الاوكتت الاخير كله وحايد. نطرح منه واحد يجيب لي اللصق. جبنا كده الرينج الايبات اللي هيتكتب في كروت الشبكه كلها. تمام يا جماعه، من اول 128 196 واحد ل 128 100 152 ده الرينج بتاعي. خلاص لغايه هنا مفهوم؟ طيب جميل قوي كده، تعتبر المساله خلصت. يعني الورقه دي بقى بتبقى موجوده في جيبي، انا عارف راسي من رجلي في الشركه، عارف ان اول جهاز في الشبكه هو جهاز ابراهيم بتاع الحسابات، بيبتدي 128 196 واحد، وجهاز محمد اللي جنبه 96 2 96 3 96 4 وهكذا، يفضلوا يزيدوا لغايه اخر جهاز في الشبكه اللي هو 127.254، ده بتاع مروه في السكرتاريه مثلا. خلاص فانا عارف كده
راسي من رجلي، وعارف ان السبنت ماسك كله 255 255 224 زيرو كده. جميل جدا، والمساله بتاعتي خلصت. طيب عايزين نعرف معلومه، المعادله بتاعتي ليه بقول ناقص 2، بقول 2 اس اتش ناقص 2. اولا انت السبنت ماسك بتاعك ده ما يخلكش تشوف 5000 جهاز بس، امال يشوف كام جهاز؟ 2 اس عدد الاصفار بتاعتك، انت عدد الاصفار عندك كام؟ 13 صفر، يعني 2 اس 13 بتساوي 8192 جهاز. 8100 يبقى ده العدد المظبوط بالظبط بالجهاز، بس هنقول دلوقتي ان في جهازين بنشيلهم او رقم اتنين بنشيلهم لسبب معين. يبقى انت مش كده، مش هتخلي 5000 جهاز بس يشوفوا بعض، لا ده انت تشوف السبنت ماسك فيه عدد كام اصفار، فيه 13 يبقى 2 اس 13 على طول. خلاص يبقى 8192 جهاز، يعني الرينج ده 8102 جهاز، من ده لده 8192 جهاز. خلاص بس بنشيل منهم اي بيهين علشان نجيب بقى الاجهزه بالظبط او الايباد بالظبط اللي ينفع تتكتب في اجهزه، بنشيل اي بيهين اللي هم ناقص اتنين دول، اللي هم انهي اللي ما ينفعش يكتبوا في كارت الشبكه، اللي هو ده وده اللي انا بستخدمهم للاستدلال فقط، دول ما ينفعش اكتبهم في كارت الشبكه. لو كتبت، لو جربت كده تكتب في كارت الشبكه 128 100 127 255 مع الماسك ده يديك ايرور على طول، يقول لك ما ينفعش عيد المعادله بتاعتك عشان في غلط. خلاص يبقى دول الاي بيهين اللي انا بطرحهم من المعادله. يبقى انا كده عندي كام اي بي بقى بالظبط ينفع يكتبوا؟ 8192 ناقص 2 يعني 8190 جهاز بالظبط يشوفوا بعض. خلاص او الرينج ده من 128 196 واحد ل 128 100 127 254 دول بالظبط 8190 جهاز. خلصنا من الجزئيه دي، كده نقدر نوزع اي بياتنا والاجهزه تشوف بعض عادي جدا. طيب في حاجه مهمه، يا ترى لو انا جبت 5000 جهاز جداد اقدر اضيفهم على دول؟ واحد يقول لي اه، طب مش انت بتقول لي 8192 جهاز من 5000 لسه في شويه فاضيين؟ اقول لك ماشي صح، بس برضه هتبقى 10000، يعني هيبقى في كده جزء واقع 1000 وشويه، يعني حوالي 1800 جهاز بره الشبكه، فما ينفعش تديهم ايديات من الرينج ده. طب ايه الحل؟ هقول لك الحل، الحل ان انت تهد ده كله وتبتدي المساله بتاعتك بقى من جديد على 10000 جهاز بدل 5000، وده حل احمق، لان انا اساسا الشبكه عندي قايمه بالفعل والدنيا شغاله. يعني ايه الدنيا شغاله؟ يعني عندي رواتر وعندي سيرفرات كل واحد فيهم واخد اي بي خلاص ثابت، الاي بيهات لا يفضل انها تتغير للسيرفرات وللرواتر خلاص، لان دي اجهزه خادمه، اجهزه اساسيه هي اللي مقومه الدنيا في الشركه، فما ينفعش اغير لها الاي بيهات بتاعتها، وبالتالي صعب جدا ان انا اهد كل حاجه. طب الحل ايه؟ الحل عايز افكرك بحاجه، السبنت ماسك اللي عندك ده سبنت ماسك سحري، ما فيهوش 8100 190 جهاز بس، لا ده في شبكات كمان جواه. يعني انت كده جبت اول شبكه بس تحت السبنت ماسك بتاعك ده، بس هو تحتيه شبكات تانية كتير، كل شبكه فيهم فيها 8100 جهاز. ايه رايك بقى؟ فانا اعرفهم ازاي؟ يعني اقدر اجيب ال 5000 جهاز الجداد واخليهم بنفس السبنت ماسك من غير ما اهد حاجه، واسيب القدام زي ما هم، واكمل الترقيم عادي بعد الاي بي ده، نكمل الترقيم عادي في الاجهزه الجديده واشتغل عادي من غير ما اهد القديم؟ اه طبعا. يعني هتعمل ايه؟ واحد يجي يقول لي كده اول اي بي بعد 128 100 127 255 ده يبقى كام؟ هيبقى 128 100، طبعا ما تجيش تقول لي هنزود في ده هيبقى 256، لا ده اخرك خلاص، فهيبقى 100 دوت 128 زيرو. خلاص ما دام الرقم ظهر لي في خانه سبنت يبقى ده سبنت، يعني ما ينفعش يتكتب في كارت شبكه، يبقى معمول ليه؟ معمول للاستدلال علشان اعرف اجيب الاي بي اللي بعده. يبقى اول اي بي ينفع يتكتب في كارت الشبكه في الشبكه الجديده 128 100 128 1، ده اول اي بي ينفع يتكتب في الشبكه الجديده في ال 5000 جهاز الجداد. يبقى انا كده عندي شبكه خلصت خلاص، موجوده اهي دي شبكه جديده. طب يا ترى الرينج ده اللي هيظهر لي هنا او الشبكه اللي هتظهر لي هنا، تشوف الشبكه اللي فوقها؟ لا ما تشوفهاش، لازم راوتر بقى، طبعا راوتر واحد يخليهم كلهم يشوفوا بعض، وهنعرف طبعا في الراوتنج ازاي، بس بصوره مبدئيه انت مش هتحتاج تهد القديم خلاص، فهتكمل الترقيم بتاعك عادي جدا وتكمل الشبكه بتاعتك. طب يا ترى الرقم اللي هنا كام؟ لاست فاليد اي بي ده كنا بنجيبه عن طريق البرودكاست، كنت بجيب البرودكاست اللي هو ده واطرح منه واحد يجيب لي ده، طب هنا هجيبه ازاي؟ عن طريق الحاجز تاني، يقول لك لا الحاجز ده
المربع ده ما بيتعملش غير مره واحده في اول شبكه بس. علشان اجيب ده بقى بدور على حاجه اسمها البلوك سايز. ايه البلوك سايز؟ البلوك سايز ده رقم، الرقم الاوكتت كان كام في الشبكه اللي فوق وبقى كام في الشبكه اللي تحت. بمعنى لو بصينا هنا كده، فين الاوكتت بتاع السبنت ماسك اللي فيه شغل؟ هنمسح المربع ده عشان ما يشتتناش. ترى المربع بيتمسح ازاي؟ يا ريت اكاديميه الدارين لو هتعمل كورس اي سي دي ال تعرفني عشان انضم للكورس، محتاجه ضروري. امسح ازاي؟ بقى ايه؟ ما علينا، مش عارف امسحه. عندي السبنت ماسك اللي قدامي ده، خلاص في اوكتت فيهم في لعب اللي هو فيه الشغل كله اللي انا ما عرفتش احوله بمجرد النظر. انهي اوكتت؟ الاوكتت الثالث ده، صح؟ طيب يبقى الاوكتت الثالث في كل الاي بيهات اللي عندي، سواء في الفيرست فاليد، في اللاست فاليد، في السبنت، في البرودكاست، الاوكتت الثالث هو اللي فيه كل حاجه. بقيه الاوكتتات زي ما هنشوف كده ثابته في كل الخانات في الشبكه القديمه والجديده، اما الاوكتت الثالث هو اللي هتلاقيه متغير. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص هنا الاوكتت الثالث هنا كان كام؟ بقى كان 96، بقى كام؟ بقى 128. الفرق بينهم كام؟ نطرح طرحه عادي جدا، يعني عندي 28 و4 كده 32، يبقى البلوك سايز بتاعي بيساوي 32. يبقى رقم 32 ده اسمه البلوك سايز، هو اللي هزود في كل الاعمده، يجيب لي الناتج بتاع كل الاعمده من غير ما اتعب نفسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا اللاست فاليد هيبقى 128 زي ما هي قلنا، و100 زي ما هي قلنا، اللعب كله والشغل كله في الاوكتيت الثالث. 127 دي هجمع عليها بقى 32، لان 32 ده رقم ثابت خلاص بزود بيه على طول في الاوكتيت الثالث في كل الايبات اللي قدامي. يبقى 127 زائد 32 بتساوي 159، صح باين ولا ايه؟ تمام، 159.254. كل الاوكتات ثابته خلاص، هو الاوكت الثالث بس اللي فيه شغل. طيب البرودكاست، البرودكاست بيساوي كام؟ هيساوي 120، 100 برضه، 159، 255، وهكذا. خلاص نفضل نزود. الشبكه الجديده 128، 100 هنا كان 128 زود عليه برضه 32، يبقى 32 يعني 160.0، وهنا 128، 100، 160، 1، هنا 120، 100، نزود على 159، 32، يعني 191، صح؟ دوت 254، وهنا 128، 100، 191، 204، وتفضل بقى تزود كده. طب يا ترى هفضل كده لمدى الحياه يعني؟ ما اقدرش اعرف عندي كام سطر هيظهروا لي؟ لا تعرف طبعا، تعرف، تقدر تعرف المفروض يبقى عندك كام شبكه. منين؟ احنا بنحدد الاجهزه ازاي اللي في السبنت ماسك من الاصفار؟ 2 اس 13 بيساوي 8190 جهاز. اقدر اعرف عدد السطور دي بقى من الوحايد. ياه، تعرف انا عندي كام واحد؟ انا عندي 19 واحد. تعرف 2 اس 19 دي يعني رقم ملهوش عدد، رقم قدامه اصفار بالهبل. يعني هيبقى عندي الشبكات دي، هقول لك لا، مش 2 اس عدد الوحايد في الاوبتت اللي فيه شغل بس، بس عدد الاجهزه للاصفار ماشي، لكن عدد الشبكات الوحايد اللي في الاوبتت اللي فيه شغل بس. يعني 2 اس 3، 2 اس 3 ب 8، يعني المفروض يظهر لي 8 سطور، جبنا منهم 3 فضل 5. لو انت كملت كده، قعدت تكمل، هتلاقي عندك في النهايه قفل على 128، 100، 255، 255، قفل معاك كده خالص. خلاص هتلاقي لو فضلت تزود بالمنظر ده هتلاقيه قفل معاك خالص، وقف عند رينج معين مش هينفع تزود بعديه، هتلاقيهم بالظبط 8 شبكات. هنصلي العشاء ونرجع. قبل ما نروح نصلي الناس فاهمه، كده المسألة بتاعتنا خلصت تماما، جبنا الشبكه بتاعتنا، عرفنا ان احنا عندنا 2 اس 13 جهاز، يعني 2 اس 13 ب 8192 جهاز بالظبط.
8190، لان احنا شلنا الاثنين الاي بي اللي هو السبنت البرودكاست، وعرفنا ان احنا عندنا كام شبكه، 2 اس 3 اللي هو الثلاث وحايد دول، 2 اس 3 1 2 3، يبقى عندي 8 شبكات، 2 اس 3 بتساوي 8، يبقى المفروض عندي 8 شبكات كل شبكه فيها 8190 جهاز. كده المساله بتاعتي خلصت. طبعا كل دول شبكات منفصلة، يعني كل سطر يشوف بعضه بس، لكن ما يشوفش السطر اللي تحتيه. يشوفوا بعض ازاي؟ ده دور الرئيس الكبير بقى، الراوتر هو اللي بيعمل عملية الراوتينج. وبالتالي انا لو جيت دلوقتي قلت لك ان الشبكة بتاعتك النتورك اي دي، وركزوا في المفهوم الجديد ده، النتورك اي دي بتاعها 128 128 128، او خليها 96 0. نتورك اي دي يعني كام؟ كلمة نتورك اي دي يعني السبنت، خلاص؟ يبقى النتورك اي دي هو السبنت. لما افهم كلمة نتورك اي دي، طبعا ده مش كله هو النتورك اي دي، النتورك اي دي بتاعي هو ثابت في الاي بي اللي قدامي ده، الارقام الثابتة عندي اللي مش هتتغير اللي هي ال 128 100، ده يعتبر النتورك اي دي، ما بيتغيروش خالص. هتلاحظ كده ان كلهم ثابتين، اللي بيتغير الاوكتت الثالث والرابع. يبقى النتورك اي دي بتاع الشبكه 128 100، بس احنا ممكن نقول عليه كل ده هو النتورك اي دي، يعني الرقم اللي هبتدي من عنده التوزيع، بدل ما يقول لك سبنت يبقى كبديل في الكتابه، بدل ما يقول لك سبنت ممكن يقول لك نتورك اي دي، فيعتبر نفس المفهوم. حاجه ثانيه، ممكن يقول لك النتورك اي دي بتاع الشبكه بتاعتك 128 100 96 0 على 19. يعني ايه على 19؟ ده السبنت ماسك بتاعك. سبنت ماسك ازاي يا عم؟ السبنت ماسك بتاعك 255 255 224 0 مثلا، اللي هو معانا في المساله. امال ايه على 19؟ لا ده برضو اختصار في الكتابه. طب طبعا اختصار في الكتابه في الكتب وفي الشرح فقط، لكن ما ينفعش يتكتب في كارت الشبكه على 19. ايه 19 دي بتمثل ايه؟ عدد الوحايد في السبنت ماسك. يبقى كاختصار في الكتابه بيقول لي على 19 اعرف على طول 19 دي عدد الوحايد في السبنت ماسك، فطبعا احوله بقى، فهيطلع لي 255 255 224 0. مش احنا كده كده كل اوكتت لما يعني 255 لما هتتحول هتحول 8 وحايد، ودي 8 وحايد، يبقى كده 16. طيب 16 من 19 يعني 3، يعني معنى كده الاوكتت الثالث في 3 وحايد في الاول. لو حولنا بقى 3 وحايد وخمس اصفار هيطلع لي 224، فانا اقدر اعرف الـ على 19 دي بتساوي ايه. ودي طبعا اسمها سي اي دي ار، يعني classless inter domain routing، خلاص classless inter domain routing، ده سي اي دي ار، رقم السي اي دي ار اللي هو السبنت ماسك المختصر في الكتابه، خلاص. دي برضو زي كده احترافيه سريعه. طبعا في الامتحان في الغالب ما بيقولكش على 255 255 224، بيجيب لك كده اهو مختصره في الكتابه، تمام يا جماعه. طيب كده احنا خلصنا مساله بالكامل، فاضل ان احنا بقى نعرف شويه معلومات كده سريعه في الاي بي هات. اولا انا عندي كلاس ايه زي ما قلنا بيبتدي من 1 ل 126، الاوكتت الاولاني طبعا قلنا الكلاسات بتتعرف من الاوكتت الاولاني، وكلاس بي بيبتدي من 128 ل 191، خلي بالك هنا في رقم مفقود 127 ده راح فين. وعندي كلاس سي اخر كلاس معايا بيبتدي من 192 ل 223، برضه هنا احنا قلنا الاوكتت اخره 255، امال من 224 ل 255 برضه فين؟ نعرف بقى الارقام دي فين. اولا 127 المفقوده من 126 ل 128، ال 127 ده رقم محجوز للجهاز اللوكال، فبنقول عليه لوكال هوست، او بنقول عليه لوب باك. يعني ايه؟ بص بقى معايا كارت الشبكه بتاعك هنا، لو احنا دخلنا على كروت الشبكه بتاعتنا وعارفين طبعا كروت الشبكه ازاي بنوصل لها ازاي، كارت الشبكه هنا لو رحنا للاي بي هات، بص كده قبل ما ندخل على الاي بي هات هتلاقي عندك انت معلم على استخدام اي بي فيرجن 4 اهو، معنى ان انت معلم عليه كده يعني بقول للجهاز استخدم البروتوكول اللي اسمه تي سي بي اي بي، ده البروتوكول المسؤول عن الاي بيهات والعمليات، هو اللي بيقوم بالعمليه الحسابيه والكلام ده في كارت الشبكه، خلاص. ف
البروتوكول ده ما دام انا معلم عليه كده يبقى مستخدم. طب ده معناه ايه برضو، وايه علاقته بال 127؟ ال 127 معمولة علشان أتأكد إن البروتوكول ده متسطب عندي على الجهاز. يعني لو أنا عملت بنج على 127.001 أو أي أي بي بيبتدي 127 هيديني ريبلاي. الله، فاكرين البنج والريبلاي؟ هنعيد عليها طبعا النهارده. بس عامة لو أنا حبيت أعمل تشيك على الجهاز اللي أي بيه 127 هلاقي جهازي بيرد عليا بيقول لي الجهاز اللي أي بيه 127 موجود. حتى لو أنا فاصل كابل الشبكة، ما دام عندك كارت شبكه ومتسطب فيه تي سي بي اي بي، او بمعنى اخر معلم على التشيك بتاع تي اي بي، جهازك هيرد عليك هيقول لك انا متسطب عندي بروتوكول الاي بيات وجاهز للشغل. بس يبقى ال 127 او الاي بيات اللي بتدي 127 محجوزه للجهاز اللوكال عندك علشان مجرد الاطمئنان ان جهازي شغال. الجهاز بيحب او لو حب يعرف الكارت متعرف ولا لا والبروتوكول تي سي تي بي اي بي متسطب ولا لا، يعمل بنج على 127.001. لو اداله ريبلاي يبقى الجهاز شغال والبروتوكول متعرف. طبعا هنعرف يعني ايه بنج النهارده، لان احنا قلنا المره اللي فاتت، المره اللي فاتت هنعيد عليه النهارده. خلاص، يبقى ده اول اي بي عرفنا راح فين، او اول رقم رينج عرفنا راح فين. يبقى الجهاز اللوكال لو انا عملت بنج على 127 تحت هيدي لي ريبلاي. هنعمل البنج كده بسرعه، هنقول بنج 127.001. بص هيديك ريبلاي كانه بالظبط كانك بتعمل بنج على جهاز الشبكه. حتى لو فصلت كابل الشبكه، حتى لو فصلت كابل الشبكه برضه هيديك ريبلاي. خلاص، ده كده مجرد الاطمئنان ان البروتوكول عندي متسطب بروتوكول التي سي بي اي بي. طيب نيجي بقى للارقام الاخرى. بالنسبه ل 224 وانت طالع بقى لغايه 255، انا صحيح عندي ثلاث كلاسات هنا A وB وC، دي المستخدمه في الشغل، لكن في كلاسات ثانيه مجهوله مش انا اللي بستخدمها، الجهاز الكمبيوتر والراوتر هم اللي بيستخدموها. اول كلاس اسمه كلاس دي، ده الاوكتت الاولاني بيبتدي من 224 ل 239، بس مش انا اللي بكتبها، وما ينفعش تكتب لكارت شبكه بايدك اي اي بي في الرينج ده، هيديك ايرور على طول، هيقول لك بقى مالتي كاست ادرس او مالتي كاست اي بي. يعني ايه مالتي كاست؟ احنا اتكلمنا على البرودكاست صح، وقلنا البرودكاست دي زي المذيع بتاع الراديو كده اسمه برودكاستر، يعني بيبعت رسالة واحدة فالراديو بينسخها لكل الراديوهات اللي شغالة في العالم، فكل واحد من المستمعين بتوصله نسخة من اللي المذيع قاله، دي رسالة البرودكاست. وقلنا البرودكاست لو كتر في الشبكة بتاعتي ومفيش أجهزة تستلم الداتا دي، البرودكاست بيقوم بالراوتر، ومفيش أجهزة تستلم الداتا دي هيحصل عندي لوب، شبكة هتتقل جدا. يبقى أول حاجة عرفناها البرودكاست هي رسالة واحدة بتوصل لكل الشبكة. طبعا الراوتر بيعرف البرودكاست ازاي؟ عن طريق الاي دي برودكاست. بعد ما يعمل المساله بتاعتنا عرف الراجل ده شبكه بتاعته على 19، يعني على 255 255 224 0 واي بيهاته كذا، يبقى ده السبنت بتاعه كذا والبرودكاست اي بي كذا. البرودكاست ده بعد اذنك يا عم الادمنستريتور انا هستخدمه عشان ابعت رسائل برودكاست للشبكه بتاعتك، وبالتالي الراوتر لو استخدم العنوان ده وبعت له رسالة واحدة بس تقوم مكبيرة نفسها 8190 مرة توصل لكل الناس دول. تمام، يبقى ده الغرض من استخدام البرودكاست اي بي. يبقى البرودكاست مش فقط للاستدلال على اخر اي بي في الرينج، لا ده الراوتر كمان بيستخدمه بعد ما يعرفه الاول، يستخدمه في انه يبعت رسائل برودكاست للشبكة كلها. فلو حب يبعت رساله واحده توصل لكل ال 8190 جهاز اللي في الشبكه الاولى يستخدم البرودكاست اي دي بتاعها. خلاص، طيب يبقى ده البرودكاست كده عرفناه. في مفهوم تاني هو المالتي كاست. المالتي كاست رساله من جهاز لمجموعه من الاجهزه، يعني احنا الرينج بتاعنا ده 8190 جهاز، عايز 100 جهاز فيهم توصل لهم رساله من عندي، مني انا الراوتر مثلا، يقوم الراوتر يستخدم عنوان مالتي كاست يكون بيبتدي باي بي اي رقم بينحصر 224 239، هو اللي بيجيبه لوحده حسب كل بروتوكول. طبعا لما ندرس البروتوكولات هنفهم دي هتتضح اكتر. يبقى رساله المالتي كاست هي رساله واحده بتوصل لعدد معين من الشبكه مش لكل الشبكه. الاي بيات المالتي كاست انا ما بكتبهاش بنفسي ولا بعرفها بنفسي، الراوتر هو اللي بيعرفها بطريقته حسب كل بروتوكول بيشتغل او كل بروتوكول انا بفعله. دي مالتي كاست ادرس ثابت،
لازم يكون بيبتدي الاوكتيت الاولاني فيه من اي رقم من 224 ل 239، يبقى ده كده المالتي كاست. اخر حاجه او اخر مفهوم عندنا هو مفهوم اليونيكاست، يبقى عندي برودكاست ومالتي كاست ويونيكاست. يونيكاست رساله من جهاز لجهاز، من جهاز واحد لجهاز واحد. يعني انا لما ادخل على الفيسبوك، الفيسبوك كده انا بيني وبينه رساله يونيكاست، وانا بتصفح الفيسبوك يبقى فيه كده اتصال يونيكاست قائم بيننا. ليه؟ لان احنا الجهازين بس، رساله مني للفيسبوك ومن الفيسبوك ليا. خلاص يبقى عرفنا كده، نمسح بقى اليونيكاست ده مش محتاجينه دلوقتي. يبقى عرفنا كده ان كلاس دي في جزء من الارقام المفقوده اللي هي من 224 ل 255 عرفنا راحت فين، في كلاس دي اللي هو المالتي كاست ادريسز. ما بكتبهاش بنفسي ولا بعرفها بنفسي، ده لكل بروتوكول فيه مالتي كاست ادريس ثابت بيبتدي 224 او لغايه 239 بيستخدمه في حاله عايز يبعت رساله معينه لمجموعه معينه من الشبكه، ده المالتي كاست. اخر حاجه معايا كلاس اي، وده من 200 ل 255 كده. خلاص عرفنا الارقام كلها. بروتوكول كلاس اي ده معمول لحاجه اسمها الفيوتشر يوز، الاستخدام المستقبلي. يعني ايه الارقام اللي احنا قلناها دي يا جماعه؟ ارقام الاي بي هات دي رينج وارقام كتيره جدا، 2 اس 32 يعني اي بي هات كتير، مليارات بل تريليونات تقريبا من الاي بي هات. وبالتالي لما منظمه الايانا اخترعت لنا الاي بي هات قالت يعني انت اخرك يعني العالم كله يستخدم كام اي بي؟ لا انا سايبه لكم كلاس اي وبي وسي، دول فيهم مليارات الاي بي هات، شغلوا نفسكم. وهنخلي كلاس اي ده بقى ان شاء الله لما الايباد دي تقرب تخلص نبقى نفعله، اللي هو الايباد اللي بتبتدي من 240 ل 255 دي هنفعلها بعدين ان شاء الله لما الايباد تخلص. العالم تسارع جدا والاجهزه كترت، ولقوا ان حتى لو فعلوا كلاس اي مش هيكفي الاقبال الهائل على الشبكات في الوقت الحالي، لان دلوقتي كل حاجه عايزه اي بي، الموبايلات عايزه اي بي عشان تطلع على الانترنت، عايزين يعملوا الثلاجات والغسالات والتلفزيونات كلها، في فعلا بالفعل اجهزه زي دي شغاله دلوقتي على الشبكات طبعا عشان يطلع على شبكه لازم، دي حاجه مفروغ منها. فقالوا الاجهزه كلها طلعت على الانترنت وطلعت على الشبكات، صعب جدا ان انا حتى لو فعلت كلاس اي ده مش هيكفي. فاخترعوا لنا اي بي باصدار جديده خالص بنظام جديد اسمه اي بي فيرجن 6، احنا طبعا شغالين على اي بي 1. فاخترعوا لنا اي بي فيرجن 6 بطريقه ثانيه وترقيم ثاني واسلوب ثاني خالص، وموجود عندنا طبعا في المنهج، حاجه ثانيه خالص تختلف عن كل اللي احنا بنقوله ده. لانه لقوا ان حتى لو فعلوا اي بي كلاس اي مش هيكفي، فمات قبل ان يولد، ملهوش استخدام حتى الان. لغايه دلوقتي كلاس اي ملهوش اي استخدام في الدنيا. ولغايه دلوقتي لو جيت تكتب في كارت الشبكه اي اي بي بيبتدي برقم بينحصر بال 240 و255 يديك ايرور، غير مفعل وملهوش اي استخدام. عرفنا كده الارقام المجهوله او الارقام المختفيه وصلت لفين، او ليه ما مش مكتوبه قدامنا في الكلاسات الثلاثه الاساسيه A و B و C. الناس فاهمه كده؟ طيب نكمل كده. احنا اتكلمنا على جزء مهم جدا، نيجي للجزء بقى الخاص بالمسائل بتاعت الامتحان. شكل المسائل في الامتحان بتيجي ازاي؟ طبعا مسائل بحتة في الاي بي هات، طبعا الاله بتبقى شكل الامتحان عادي جدا، تعيش حياتك بالاله ومعاك طبعا الطريقه المانيوال لو انت عايز تقعد تكتب بقى، بتبقى داخل الامتحان معاك ورقه وقلم اساسا بيسلموها لك بتقعد تكتب عليه لو عايز تحسب كل حاجه مانيوال يدوي. دلوقتي المساله في الامتحان ممكن تيجي لي مساله كامله، يعني يقول لي مثلا يجيب لي اي بي بره الرنجات دي خالص، خلاص مع اي بي من داخل الرنج، يقول لك كل دول على سبنت ماسك ده على 19، يا ترى انهي اي بي فيهم اللي بره الشبكه؟ او يقول لك ليه الاي بي الفلاني او الجهاز الفلاني اللي هو صاحب الاي بي الاولاني مش شايف الجهاز الثاني؟ فتبتدي طبعا تعمل المساله بتاعتك من الاول وتعرف او تقول له انهي اي بي اللي بره الشبكه. خلاص ده سؤال. سؤال تاني ممكن يجيب لك حاجه زي كده، يقول لك عندك النتورك اي دي، طبعا عرفنا النتورك اي دي هنقول عليها السبنت او الاي بي اللي ببتدي من عند التوزيع، 115 103 مثلا 64 على
27. قلنا سي اي دي ار او 27 دي هي مجرد اختصار في الكتابه بتاعت السب ماسك. بتساوي كام يعني 27 دي؟ يعني 27 واحد، يعني 255 255 255 كام؟ انا كده بقى عندي كام واحد؟ 3 3 في 8 ب 24، لسه فاضل على 27 3 وحايد. يعني المفروض بعد التحويل يبقى كده 1 1 1 3 وحايد هم المفقودين وخمس اصفار. ده كده التحويل الخاص، ده التحويل بتاع 27. يعني بمعنى اصح 255 255 255 224، ده الماسك بتاعي. انهي ماسك، انهي اوكتت اللي فيه شغل؟ الاوكتت الرابع. يبقى عينك على الاوكتت الرابع في النتورك اي دي. السؤال ايه بقى؟ جاب لك الرقم ده، بيقول لك ده النتورك اي دي بتاعك او اللي ببتدي من عنده التوزيع، وده الماسك. خلاص، يا ترى اخرك كام في التوزيع؟ اخرك في التوزيع كام؟ ركز معايا، يعني افضل ازود في ال 64 دي لغايه ما اوصل لكام؟ مش احنا على 27؟ 27 دي يعني الوحيد واقفه اولا في الاوكتت الرابع، يعني اللعب كله والشغل كله في الاوكتت الرابع، يبقى عينك على الاوكتت الرابع في الاي دي. ال 27 دي يعني ثلاث وحايد، يعني 128 64 32، والباقي اصفار مش محتاجهم. اخر واحد واقف عند كام؟ عند ال 32. اخر واحد واقف عند ال 32، يبقى اخري في ال 64 زود عليهم 32. يعني انا كده جبت البلوك سايز وانا قاعد بالنظر، يبقى زود على ال 64 32، يعني اخرك في التوزيع بمعنى اصح 192 115 103 زود 32 على ال 64 يديك 96. ده اخرك اللي بعد كده ما يتشافش. خلاص، او بمعنى اخر يا جماعه، ده كده يعتبر النتورك اي دي بتاع الشبكه الجديده. ده النتورك اي دي بتاع الشبكه الجديده. يعني انا اخري 103.95، 103.95 يشوف ده، لكن 103.96 بره الشبكه، او ده السب نت بتاع الشبكه الجديده. يعني فهمنا الجزئيه دي؟ اعيدها تاني لما يجيب لك مساله زي دي، يقول لك النتورك اي دي بتاعك 192.115.103.64 على 27. اخرك في التوزيع كام؟ الرينج بتاعك طبعا بيبتدي من 103.64، اخرك كام؟ ابص على الماسك على طول. الماسك يعني كام واحد؟ يعني 27 واحد. طيب اخر واحد واقف عند الكام وفي الاوكتت الكام؟ لو احنا حسبناها كده هنلاقي 27 تحويلها بيساوي بالمنظر ده 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص، ده تحويل ال 27، يعني 255 255 255 224. اخر واحد واقف عند ايه؟ عند ال 32. مش ده بيساوي 128 وده بيساوي 64 وده بيساوي 32؟ يبقى اخر واحد واقف عند ال 32، يبقى البلوك